خير لكم إن كنتم تعلمون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا الصرح الإسلامي الذي أسس من أول يوم على التقوى، مسجد المغفور له بإذن الله عبد الرحمن العثمان، حيث قام بإنشائه الأستاذ محمد عبد الرحمن العثمان وفضيلة الشيخ الشريف عبد العزيز العمران. هذا الصرح الذي تكلف إنشاؤه ما يقرب من 5 ملايين جنيه في هذا البلد الطيب أهله، قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية. وقرية برما تعني آبار العيون، وقد زارها عام 537 من الهجرة التابعي سعيد ابن جبير، وهي قدمت للعالم الإسلامي المرحوم قارئ القرآن الكريم وشيخ القراء فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إن هذا البلد الطيب أهله يوم أن ينشأ فيه هذا المسجد، لأن هذه القرية تحب القرآن وتحب قراء القرآن، فهي التي قدمت للعالم الإسلامي هؤلاء الأعلام في مجال القرآن. معنا في افتتاح هذا المسجد علم من أعلام القرآن، وهو فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري وقارئ العالم الإسلامي. نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وما تيسر من آي الذكر الحكيم مع قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار طلع لسه نايمين ولا ايه؟ طبعا اولا نهنئ ونبارك بافتتاح هذا المسجد، مسجد سيدي سعيد بحي آلة عفصة بقرية برما. نهنئ ونبارك لهذا الافتتاح العظيم المبارك، فألف ألف مبروك لهذا الافتتاح. وطبعا كل من ساهم في هذا المسجد بكلمة أو بتشييد أو بصرح أو ببناء أو تشييد وما شابه ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم جميعا، اللهم آمين. ثانيا طبعا علمت أن فضلة الشيخ أستاذي الشيخ راغب مصطفى غلوش كان يصلي دائما في هذا المكان الطيب المبارك، فقبل أن نشرع في التلاوة له منا الفاتحة والدعاء. اللهم اغفر له وارحمه واجزه عن سيئاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نسأل الله القبول لنا ولكم جميعا إن شاء الله هذا السعي الطيب المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها
المصباح في زجاجة. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. نور على نور، نور على نور. نور على يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. وعليكم السلام. تفضل دكتور صبري، تفضل. نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء.
والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الله أكبر عليك يا مولانا يا أستاذ. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين حاضر حاضر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلو كنت حمل العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو كنت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة وإياكم وإياكم صلى الله عليه وسلم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك
الرقبة. فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. يا رب وإياكم يا رب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راسي أزال أذى. لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.
وبعد أن عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق هنا من قرية بيرما مركز طنطا بمحافظة الغربية، حيث نعيش معكم هذه اللحظات الإيمانية وافتتاح هذا المسجد العامر بالإيمان، مسجد المغفور له بإذن الله عبد الرحمن العثمان، والذي قام ببناء هذا المسجد الأستاذ الشيخ محمد عبد الرحمن عثمان والشريف عبد العزيز العمران الذي يشرفنا الآن بالمسجد، والذي نعيش معكم هذه اللحظات الإيمانية المباركة في افتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير، الآن يؤذن بصلاة الظهر.